أسعد الله مساكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم مع برنامج الليلة. ضيفنا الليلة هو فنان استطاع أن يشق طريقه وبسرعة نحو العملية الإبداعية والتوصيلية. تعامل مع التراث اليمني عموما بثقافته الموسيقية الأكاديمية، لحن بطريقته مما جعله الآن يشكل لونه الخاص من خلال مجمل الأغاني والألحان التي صاغها وغناها وتعامله أيضا مع الموسيقى. لعلكم ستعرفونه الآن. شعبه في الوطن التقيناه في القاهرة حيث يحضر الآن للدراسة العليا، وأجرينا معه طبعا وجلسنا لكي نتحاور ونقترب منه لكي نرى إلى أي مدى تعبق رائحة الوطن لدى هذا الفنان. مساء الخير. مساء النور محمود، أنا وسهلا بك والتلفزيون اليمني في أرض الكنانة. نعم، أهلا وسهلا بكم. وكنا إن شاء الله نود لو نراك في أرض الوحدة الآن يعني في اليمن يعني، لكن ضروري يعني إن شاء الله في فترة الاستراحة من الدراسة. نعم. أي. ممكن نعرف أولا مثلا أستاذ أحمد موضوع الرسالة الماجستير الذي الآن أنت بصدده. والله أنا كان عندي هاجس من زمان، من أيام التخرج من المعهد سنة، أنا تخرجت 79-80، كان عندي هاجس أن زياراتي للمغرب العربي وحفظي للكثير من التراث اليمني خلى عندي يعني سؤال دائما يعني أردده بيني وبين نفسي، أني وجدت كثير من الإيقاعات في المغرب العربي تشبه كثير من الإيقاعات في اليمن، فالهاجس ده يعني ترسخ عندي أكثر وتحقق الآن تقريبا، أو بدأ يعني يتحقق بعد أن تشرفت بلقاء الأخ الرئيس علي عبد الله صالح في القاهرة ومد يد العون في تشجيعي أن أواصل الدراسات العليا. موضوع الرسالة بيكون تحت عنوان إن شاء الله يعني الإيقاعات اليمنية وعلاقتها بموشح الأندلسي، وإن شاء الله أنا في الطريق يعني الآن أهم بالحصول على تراث المغرب العربي مراجع. نعم، واروح ايضا بنفسي انا كثير زيارات هناك. طيب الايقاعات مثلا، هل يمكن نعرف اي ايقاعات يمنيه تتشابه مع الموشح الاندلسي؟ كثير بلا حساب، بس اجيب لك يعني مثلا نمط من الانماط، في مثلا عندنا في تهامه ايقاع فريد جدا غني عليه هناك، وزي بقر انا عملت عليه ايضا اغنيه ده وجدته موجود هناك عند فرقة اسمها تشكل هي الأساس في التراث المغربي في المغرب العربي، اسمها فرقة الجيالة أو الجيالة كذا، الجلاء جلاجلة أو الجلجلة أو كذا الجلجلة.
يتغنوا بهذا الايقاع تبع بالضبط يعني، ونفس الكورال يعني. احنا نقول وزياب قر وزياب قر، هم يقولوا نفس الكلام، بس مش وزياب قر، يقولوا نفس الجمل الموسيقيه، نفس الايقاع، نفس الايقاع، نفس اللحن. اي ونفس اللحن. وكذلك على كثير من من الالحان اليمنيه موجود شبيهه في المغرب، وموجود عندنا يعني مجموعه لا باس من هذه التشابهات من الاغاني المغربيه واليمنيه. طيب في بالنسبه للالوان اخ احمد، اثيرت يعني نقول عواصف في النقاش في الداخل يعني، وانت في خارج الوطن ما ادري انك تتابعت حول الالوان الغنائيه في اليمن. فطبيعه الحال هنالك راي او تسليم بواقع ان هنالك 4 ألوان مثلا في الغناء اليمني، وهناك محاولات، هل تضيف الى ذلك شيئا؟ 4 ألوان اللي هو الصنعاني والحضرمي واللحجي واليافعي. ليش؟ لا في الوان كثير جدا من نفس ما مثلا رايك الان. لا في الوان كثير جدا، بس يعني الالوان اللي رات النور او يعني كانت الفرصه يعني يعني مساعدة أو سانحة لها بأن تظهر في الساحة هي 4 ألوان دي تقريبا صدرتها. وعلى كل اللون الرابع اللي هو اليافعي يعني مش كثير، مش بنفس الصورة اللي فيها مثلا الأغنية الصنعانية أو اللحجية أو الحضرمية. هو أقل، لكن عندنا الكوكباني فن جميل جدا. عندنا التهامي فن رائع ومتعدد يعني. جاب الرزق عندنا الفن في تهامة يعني كبير ومتعدد التلاوين. عندك احنا نسميه تهامة اليمن من الحديدة وانت رايح طريق تعز، وبعدين عندك الكوكباني نغنت مجموعة من الأعمال الكوكبانية وسيدنا لك الخدام ولا دي واحدة، وعندك ليل داني داني يعني مستوحى من الفن الكوكباني. صبايا البلد أخذت جملة يعني مستوحى من الفلكلور الكوكباني عموما يعني. مش أخذت جملة كما هي، لكن عموما إيحاء اللحن من كوكبان، وأيضا الهجر يومين 3 أيام من كوكبان يعني. وسيدنا لك من الخدام شملك روحي الغالي، اشهد بعشقي لك الأيام حتى وشاتي وعدالي، أجرت وجد زادي بالبالي، الهجر يومين 3 أيام أما ثمن يا دعب حالي. طيب
ناتي إلى نقول في تجربة الفنان أحمد فتحي، وأنت غنيت كثيرا من ألوان الغناء اليمني ولحنت بطريقتك وبلونك، هل هنالك أغنية يمكن أن تكون نقول عنها أغنية يمنية عربية قمت بتلحينها أنت؟ أغنية يمنية عربية؟ أنا لي أكثر من تجربة، على اعتبار أنه في شعر فصيح لشعراء يمنيين، وأقوم أنا بصياغة لحن على إيقاعات يمنية لكن بجمل عربية. يعني سلالم سليمة أولا، سلم سليم، ثانيا الإيقاع، إيقاع محلي، الجملة جملة عربية مش محلية، لأن التراكيب المحلية تظل محلية. في عندي أكثر من استشهاد على هذا القول، في عندي إكسر الصمت حلو النغم اللي هي يا نديمي يا نديمي، وفي كثير يعني أكثر من 4-5 تجربات. عندك متى ينام الليل، تجربة تعتبر عربية وإن كان الشعر فيه من اللهجة أحيانا لكن الجملة عربية. واضح واضح، والدليل أنه تذاع لي من صوت العرب باستمرار. هاي في كثير يعني عندي تجارب، يعني جمل عربية على شعر اليمنيين.